كل مكان. ليلة صافية رائعة. جو كورة جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة. ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعب، المستوى العالي في مباراة اليوم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب. أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. والآن مع انطلاقة المباراة يمر ويلعب كرة بينية. عدت الكرة. مولر مولر ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. هجمة مرتدة الآن. يحاول تمريرها من بين والتسديد. تصدي غير عادي من حارس المرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يبعد الكرة إلى بر الأمان. طارق حامد يحاول أن يلعب كرة بينية. تلعب الكرة إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة بينية. مولر كرة ممتازة. فرصة للتسديد. ضغط قوي وينجح في استعادتها. مولر الآن إمكانية المرتدة. خلص الكرة ونجح في إبعادها. انطلاقة رائعة سريعة جدا. كرة طولية إلى الأمام. ألابا من سيستلم هذه التمريرة الطولية. نهاية 45 دقيقة أولى. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل. تعادل أبيض بدون أهداف. يلعب كرة عرضية داخل 18. طارق حامد كرة إلى الأمام. يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة.
اعتراف في وقت مثالي، اداء دفاعي كبير في مباراه اليوم. كيميتش يقطع الكره، ينطلق الى الامام بسرعه، يا عيني على التمريره، شوف الكور، واحد ضد واحد يلعب الكره، وكره في اتجاه المرمى، جول. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. كرة طويلة للأمام، يتعثر ويفقد توازنه، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها، هدف مقابل لا شيء. الآن يبحث عن زميله، كرة ما فيها تسلل، تسديدة في اتجاه المرمى، بعيدة تماما عن المرمى، بدالي أنه دفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة، كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم أكثر نحو مرماهم. بافر، بايرن ميونخ معه الكرة لكن بدون أي مجال للتقدم للأمام. كيميتش تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، مولر بالحكم ركلة حرة، فرصة خطيرة، يتدخل ويقطع الكرة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. ويعود بالكرة إلى الوراء، يقطعها في الوقت، ها هي صافرة النهاية، يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحن